وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك معنا، وكما تابعنا في العرض السابق عدد كبير من الزيارات، ربما اتسمت هذه الزيارات بالتوازن أيضا. أستاذ طارق، كيف كان التوازن موجودا بالفعل في كل هذه الزيارات ما بين قوى العالم المختلفة؟ تحياتي لحضرتك أستاذ هشام وكل المتابعين. أتصور بالفعل يعني الكلمة المفتاحية، كلمة السر، هي ذلك التوازن والاتزان. وأتصور أن يعني الرئيس السيسي هو الذي حمى البلاد والعباد وطان أرض مصر وحال بينها وبين تشظي المؤسسات، وحال بينها وما بين يعني تفكيك وانقسام الشعب وانهيار وتفكيك المؤسسات كما حدث في ليبيا، في السودان، في سوريا، في اليمن، في كل دول الجوار فيما بعد أحداث 2011 وما بعدها. ثم بعد ذلك يعني لم يكتفي بهذه الحماية وبالذود عن هذا التراب ووحدة التراب الوطني، ولكن أيضا حارب داخليا الإرهاب، ولم يكتفي بذلك بل قام أيضا بالتنمية والبناء. وفي نزجه للعلاقات الدبلوماسية وفي علاقات مصر الخارجية كان ذلك السمت، سمت الاتزان والمعقولية والتوازن والانفتاح على العالم كله شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. فتصور انه يعني هذه الروح يعني وذلك السمت وهذا الالهام، الهام الزعامة في السياسة الخارجية لم تعرفه مصر قط في تاريخها الحديث. ذلك انه في تاريخها الحديث إما أنها كانت تولي وجهها قبل الشرق على حساب الغرب، أو أنها تعتبر أن الغرب هو الذي يمتلك أوراق اللعبة فتنسج العلاقات معه على حساب الشرق. لكن في عصر الرئيس السيسي كان ذلك التوازن، وكان ذلك على العلاقات الاستراتيجية شرقا وغربا ومع دول لم نكن نعرفها مع كل الأطراف، حتى أن خصوم الأمس، خصوم 2013، أصبحوا اليوم في 2023-24 أصدقاء حلفاء. مصر لم يعد لها أي عداوات، مصر يعني كل الدول تسعى إلى تمتين علاقاتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية معا. وأتصور أن ذلك الانفتاح السياسي على كل الجغرافيا وطي الأرض دبلوماسيا وهذه الجولات كما تفضلتم في التقرير، في الجولات الدبلوماسية المكوكية وقمة الدبلوماسية الرئاسية، مصر فيها أرادت أن تقدم ذلك النموذج في العلاقات الدولية والتنظيم الدولي بانفتاحها على الشرق والغرب والشمال والجنوب، غير متحيزة لتوجه، يعني غير مضيقة على نفسه على نفسها يعني هذه الرحابة وذلك الاتساع، ولكن تنسك كل هذه العلاقات على قدم المساواة والندية واحترام الغير وتبادل المنافع وتقاسم المصالح المشتركة. طيب، إذا تحدثنا أستاذ طارق عن مكانة مصر في إقليم الشرق الأوسط، كيف ترجمت هذه الزيارات الخارجية مكانة مصر الجديدة في الإقليم؟ أتصور أن هذه المكانة تبلورت في ذلك الحرص من كل يعني سواء كان الأطراف، الدول العربية، الدول الأوروبية، في آسيا، في روسيا، في الهند، في اليابان، الكل حريص على تمكين هذه العلاقات. فمصر يعني ليست فقط هذا الشريك القوي في هذه البقعة يعني الجغرافية عربيا وفي كل هذه الدوائر العربية والإفريقية والمتوسطية والإسلامية، لا، لكن أيضا مصر تصبح شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، عضو في الكوميسا، علاقات عربية شديدة، وثيقة العرى مثمرة جمركيا ومفيدة تجاريا، حضور مصر قوي في كل المحافل. ليس يعني البريكس عندما تدعو مصر هي لا تدعوها مجاملة أو من فراغ، ولكن لأنها تجد في مصر أن هذه البقعة العبقرية وأن هذه المزايا الجغرافية والتسويقية والسياسية والثبات والاستقرار السياسي والاستراتيجي، أيضا أنه يعني يجد أن مصر تواجدها ملح
لأنها في قلب العالم، وهذه السياسة الخارجية المتزنة، ونبدأ بالاتزان ونؤكد على ذلك التوازن في هذه العلاقات. ويمكن هنا كمان أستاذ طارق مهم نتحدث عن أهم المكاسب التي حققتها مصر من زياراتها الخارجية، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي. خلينا نبدأ بالمكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر، ويعني خلينا نتكلم كمان أنه الجزء الأول من العام كانت الزيارات ذات طابع اقتصادي أكتر. بالفعل يعني هي هذه العلاقات، يعني قيمة العلاقات السياسية، البعض عندما يتحدث عن ما أهمية أن تكون هناك علاقات استراتيجية يعني خارجية سياسية، هي أنها في الأخير لها تلك الثمار الاقتصادية والتجارية. عندما يكون هناك ذلك التقارب السياسي والاستراتيجي، عندما تكون هناك هذه الأرضية المتقاربة سياسيا وفكريا واستراتيجيا، وكيمياء الزعيم من خلال هذه اللقاءات والصداقات، يكون لذلك انعكاس على المشاريع التجارية والعلاقات الاقتصادية في نهاية المطاف، مما ينعكس على المواطن، لأنه هو ده في النهاية هذا هو المطلوب، هذا هو المراد من كل هذه الجهود الدبلوماسية. طبعا كل القمم الثنائية كان مهم الحديث في الجانب التجاري ما بين يعني البلدين في كل الزيارات الثنائية، ولكن أيضا لما بتكلم عن الزيارات ذات الطابع الاقتصادي هي المشاركات في القمم الاقتصادية المهمة. طبعا كان في مشاركة مهمة في فبراير في بداية العام للقمة العالمية للحكومات، أيضا الكوميسا، ومن بعدها البريكس وغير ذلك. بالفعل استاذ هشام، كما ذكرت، انا ذكرت بالفعل هذه القمم، وهذه القمم كانت حريصه على يعني دعوه الدوله المصريه وتواجد الدوله المصريه، ليس فقط البريكس وقمم الحكومات، وانما ايضا كل التجمعات، سواء كانت القمه اليابانيه الافريقيه تدعو مصر، القمه الصينيه الافريقيه تدعو مصر، القمه الفرنسيه الافريقيه تدعو مصر، يعني كل التقارب مع كل الأقطاب المهمة والمؤثرة. تقارب الياباني المصري كان دائما يدعو الرئيس السيسي لحضور السيكاد، يعني أتصور أنه الحضور المصري في كل المحافل وفي كل البقاع، وأتصور أنه هذا يعني في عالم السياسة ليست هناك مجاملات، ولكن هناك رؤية، هناك نظرة لدور الدولة المصرية أنها ركيزة الاستقرار، أنها رمانة الميزان، أنها تلك البقعة الجغرافية العبقرية التي يعني جنوب الأوروبي وشمال الإفريقي، وأنها مدخل. إذا ما أردت أن تلج القارة الإفريقية فعليك بالبوابة المصرية، إن أردت علاقات يعني أوروبية متميزة عليك بالدولة المصرية. كل العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية تريد هذه الدولة المصرية، أيضا بالإضافة إلى هذه الطفرة العملاقة في البنية التحتية وفي المناطق الصناعية وفي كل هذه الأماكن والبقاع المنتشرة في مصر، والتي توفر حضورا ومزايا اقتصادية وجمركية وتجارية كبيرة وكثيرة من خلال هذه البنية التشريعية. يعني كل ذلك أهل الدولة المصرية للعب هذا الدور والاستفادة من كل تلك العلاقات السياسية. طبعا هذا فيما يخص العلاقات الاقتصادية. أخيرا أستاذ طارق، بالنسبة للمكاسب على المستوى السياسي، مصر أيضا حققت مكاسب كثيرة من هذه الزيارات سياسيا. لا شك أن المكاسب السياسية هو ذلك الاحترام للدولة المصرية ودور الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار، في ذلك التوازن، في لجوئها للحلول الدبلوماسية، في عدم تدخلها في شؤون الدول، وفي عدم دعمها لمؤسسات موازية كما نرى في بعض الأطراف، وإنما مصر دائما تدعم وحدة الدولة الوطنية ولا تتعامل إلا مع المؤسسات الشرعية النظامية، ودائما ما تدعو إلى تماسك يعني الفطر أو وحدة الدولة الوطنية، لأن سبب المشاكل وأس الداء ورأس البلاء هو تفتيت هذه الدول داخليا نتيجة تشظي المؤسسات ونتيجة الأجسام الغريبة الموازية للأجسام النظامية داخل الدولة الواحدة. مصر كانت لها هذه الرؤية الاستباقية الثاقبة الاستراتيجية تجاه هذا الفكر، وتجاه ضرورة الحلول السياسية في كل الأنزعة
الإقليمية، سواء كان في القضية السورية، الليبية، اليمنية، السودانية، كل هذه المشاكل مصر كانت لها هذه الرؤية في ضرورة تماسك المؤسسات، في ضرورة عدم تشظي الدولة، في ضرورة تماسك الشعب ووقوفه خلف مؤسساته بعيدا عن يعني ذلك التفتيت والتشظي والانقسام والحروب الأهلية. كل ذلك كان له انعكاسات على دور الدولة المصرية وعلى علائق الدولة المصرية السياسية مع الدول العربية، مع الدول الجنوب المتوسط، مع الدول الأوروبية، مع كافة أرجاء بقاع العالم. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.